والآن مشاهدينا نتحول بكم إلى مطار الجزائر الدولي، حيث يصل في هذه الأثناء رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس السعيد للمشاركة في أشغال القمة المنتدى الدول المصدرة للغاز. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والذي يستقبله على أرضية المطار هو بومتين، والأكيد بأن العلاقات الجزائرية التونسية متجدرة، ولا يخفى على أحد عمق وصلابة هذه العلاقات التي تجمع بين الجزائر وتونس تاريخيا واقتصاديا، وصورة أيضا تخلد الذكرى. إذن الشقيقة الشرقية حاضرة دائما في كل المحافل التي تحتضنها الجزائر، علاقات أخوة متجدرة وتاريخية وأخوية مخضبة بدماء الشهداء، والتي روت أرض البلدين بنفس الروح وبنفس الإرادة. يمضي البلدان بصنع حاضر ومستقبل، ومستقبل شراكة واعدة وتكامل تنموي واقتصادي على حدود البلدين، لتكون جسورا وفضاءات توطد التقارب أكثر فأكثر. الناشدين الوطنيين للجزائر وتونس يستعرض في هذه الأثناء، في هذه الصورة التي تعبر عن أخوة صادقة وعميقة بين الجزائر وتونس، وهذه الابتسامة الجميلة والصادقة واللحمة التي تجمع البلدين والشعبين والشقيقين، مواقف ثابتة بين الجزائر وتونس في جميع المجالات. تونس ضيف الشرف الجزائر من خلال هذه الطبعة التي تريدها الجزائر نافعة لكل الدول المصدرة والمنتجة والمستهلكة أيضا. يستعرض في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخوه ضيف الجزائر وشقيق الرئيس الجزائري ضيف القمة الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيلات من الحرس الجمهوري تؤدي لهم التحية الشرفية وفق البروتوكول الرسمي للتشريفات الرئاسية. صورة الأخوة سوف يخلدها التاريخ، كما خلد أيضا التاريخ تضحيات جسام
بين البلدين. الرئيس التونسي يصافح في هذه الأثناء كما تشاهدون المشاهدين الكرام كبار المسؤولين الجزائريين. وبدوره السيد الرئيس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يصافح أيضا أعضاء الوفد المرافق للرئيس التونسي قيس سعيد، والذي نذكر بأنه يشارك كضيف شرف في هذه الطبعة بعد دعوة من أخيه السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وطبعا الحديث هنا عن الغاز الطبيعي، هذا المورد الطاقوي الهام والقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز ينتظر منها الكثير، وينتظر منها أيضا أن تحظى بهذا الاهتمام ليس فقط من قبل الأعضاء بل حتى من قبل الدول المستهلكة. وتونس الشقيقة تعتبر أيضا شريك أساسي للجزائر، حيث تعتبر الجزائر المورد الرئيسي للشقيقة تونس بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضا. تونس تعتبر الجزائر شريكة أيضا في عملية تصدير الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر الأنبوب الذي يمتد من حاسي مسعود عبر الأراضي التونسية وصولا إلى إيطاليا. إذن الرئيسان يتواجدان ببهو القاعة الشرفية ويتوجهان إلى هذه القاعة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.